اتصلت بديناميكية النتائج الإيجابية المحققة والهادفة أساسا لردع وتضييق الخناق على مختلف الشبكات الإجرامية، تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الجليدة ممثلة بفرقة البحث والتدخل البياري من وضع حد لنشاط جماعة إجرامية منظمة تورط أفرادها في قضيتين حيازة ونقل وتخزين وبيع المخدرات الصلبة، وكذا حيازة أسلحة بيضاء محظورة من الصنف السادس بدون مبرر شرعي. هذه العملية النوعية جاءت بعد الاستغلال الجيد لمعلومات مؤكدة أفادها قيام أفراد الشبكة بترويج كميات معتبرة من المخدرات الصلبة في الوسط الشباني بإقليم الاختصاص، إلا أن احترافية وحنكة عناصرنا وبالتنسيق مع السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة البليدة أسفرت العملية على إيقاف 6 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 26 و40 سنة، من بينهم مسبوقين قضائيا محل بحث بموجب أوامر قضائية. حجز ما يقدر ب 4230 مخدر صلب من نوع إكستازي، 3 أسلحة بيضاء محظورة من الصنف السادس، 3 هواتف نقالة، ومبلغ مالي يفوق 76 مليون صنفين من العائدات الإجرامية. بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية تم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيهم، سيحالون بموجبه أمام النيابة المختصة.